ازيكم يا شباب؟ التمرين بتاع النهاردة ده هو تمرين بسيط شوية، بس هيطور أداء الأي والإم، هيطور أداء السبعين دول، بحيث إن أنت وأنت بتلعب تبقى إيديك قريبة من الأوتار أو صوابعك قريبة من الأوتار، عشان وأنت بتلعب الحاجات السريعة. التمرين عبارة عن إيه؟ إحنا مثلا هنحط صابعنا هنا على الفرت السابع، نفترض هتلعب بالأي وتكتم بالإم إزاي؟ اهو تلعب بالام وتكتم بالاي، كل ده طبعا ريست ستروك اللي هو انت بتركن صبعك على الوتر اللي فوق. يبقى العب بالاي واكتم بالام، العب بالام واكتب بالاي، العب بالاي واكتب واكتم بالام، ام واكتم بالاي، دلوقتي هنذاكر على مترونوم. لازم اهم حاجة وانت بتذاكر لازم تذاكر على تيمبو ثابت، لازم تذاكر على مترونوم. لو انت معاك تليفون اندرويد ممكن تدخل على البلاي ستور، هتجيب تدخل مثلا تكتب مترونوم، انا هسيب لكم اسمه في وصف الفيديو، خش اكتب بس مترونوم اللي انا هعمله لك ده واكتبه لك، وهتحمل اي برنامج، يعني حمل اي برنامج دلوقتي وهنخش هنزل لكم فيديو اصلا تحملوه ازاي المترونوم. المهم هنلعب على المترونوم، ونحط صابعنا برضو على الفرت السابع، هيبقى وضع ايدك عامل ازاي اهو، تلعب كده اهو، بكتم الصابع التاني اهو، وابدأ بطيء خالص.